كل ما نجحت كل ما بقيت موجود واستمريت وسلمت. السحر خدعة تضليل. السحر دايما بيبقى عايزك تركز مع ايده الشمال عشان يطلع هو حاجة باليمين. اي ساحر ينفط جيبه او يهرش في دماغه ما تصدقوش. تاريخ السحر بيقول ان كل السحرة اللي في التاريخ اعتمدوا تقريبا على نفس المبدأ. التركية دايما بتبقى مختلفة بس لو ركزت كويس هتلاقيها ملعوبة بنفس الاسلوب. وده تقريبا اللي انا عملته مع حضراتكم دلوقتي. كلكم ركزتوا في صور السحرة القدام وازاي بيعملوا تركاتهم مع ان ده مش كتاب اصلا. دي مجرد تركية. الفقرة اللي جاية بقى محتاجة منكم كل ذرة تركيز لانها مش تركية ده سحر بجد. فقرة الموت. سليم بيه. أيوة. باب حياتي. شد حيلك. زي ما قلت لحضراتكم هحتاجكم تركزوا جدا 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 في اللي هيحصل دلوقتي. وهحتاج كمان أربعة من حضراتكم يساعدوني في الفقرة دي. أي أربعة. يتفضلوا على المسرح. ممكن تختارون بنفسكم. اتفضل. اتفضلي. تفضل. انا عايزكم الاول تتاكدوا ان مفيش باب سحري مثلا، مفيش اي حاجه. عايزكم كمان تتاكدوا ان السكاكين دي حقيقيه، بس تاخدوا بالكم عشان ما تعوروش. تمام. وزياده في التاكيد حقيقيه. أنا هحتاج بقى الرجالة الجامدين اللي معانا يربطوني كويس ويتأكدوا إني مش ممكن أفك. اربط كويس. تمام. أشكركم. شلتلك مخاوي.